تعالوا نبدأ تحليل ونسمع آراء لهذه المواجهة الكبيرة بين الأهلي والزمالك. وخير بداية عبر زوم الآن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للمنتخب النيجيري والأسبق للنادي الأهلي. يا فندم مشرف ومنور، سعداء بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مبسوط جدا على الدعوة. طبعا ده شرف ليا ان انا اكون على قناة مصرية واكون مع المصريين النهاردة. هل شاهدت هذه المواجهة الكبيرة بين الاهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر؟ سي. رأيك في المباراة بشكل عام؟ الحقيقة هو ما كانش ماتش يعني شيق زي ما كنت انا متوقعه، ولكن طبعا طلع عندنا حد بالمكسب، ولكن التخيل اللي انا كنت متخيله كان طبعا فوق التوقعات اللي انا شفتها النهاردة. يعني الفريقين كبار، ولكن الزمالك طبعا لعب شوية بطريقة كويسة، يمكن في الشوط الاول كان كويس جدا مسيطر، ولكن يعني هو في الاول في الاخر الكرة مكسب وخسارة، فالاهلي انتهز الفرصة وقدر ان هو يكسب ويسجل هدفين، ولكن الماتش زي ما انا قلت في البداية ما كانش في توقعات. يعني شفت الاهلي النهاردة ما كانش جيد ليه على مستوى الاداء فنيا؟ ايه الاهلي النهاردة ما كانش جيد فيه؟ هل هجوميا، دفاعيا، وسط الملعب، فنيا يعني شفت المباراة ازاي؟ الزمالك كان نازل الماتش مركز اكتر، لعب احسن. الاهلي تحس ان هو جاي تعبان من ماتشات، او مثلا عنده ماتشات زيادة. الزمالك طبعا نازل وعنده الميركاتو اللي كان مفتوح، عمل صفقات كويسة جدا، مأثرة كويسة جدا على التيم وعلى الفريق كله، وكان قادر ان هو يكسب النهاردة 3. النهاردة انا مستغرب صراحة الماتش، وطبعا باين جدا ان في مدرسة او في بصمة جديدة في الزمالك، يعني هي اللي مأثرة عليه بالشكل ده بطريقة كويسة. وده يخلينا اسالك عن جوزيه جوميز المدرب الجديد لنادي الزمالك، رايك فيه ايه؟ بص يعني كريم، انا يعني اعتقد ان اجوبتي واضحه جدا، يعني ان الزمالك انا عمري ما شفت الزمالك بيلعب بالشكل ده. طبعا الزمالك النهارده كان المفروض ان هو يكسب. طبعا جوزيه عامل فرق كبير جدا، معاه لعيبه كويسه جدا يقدر يعمل بيهم ماتش او ماتشات قادمه احسن من كده بكتير، ويحقق بطولات، مش بس ان هو يكسب ماتشات في دوري محلي او في كاس. انا شايف ان هم ممكن يخشوا كمان بطولات ويعملوا لعب احسن من اللي لعبوه النهارده، ولكن بهنيه يعني على الماتش بتاع النهارده. هل في لاعب بعينه لفت نظرك النهارده على مستوى الاداء عجبك؟ الحقيقه كل اللعيبه لعبت كويس النهارده، كويس، والاهم من اسم اللعيب ان الفريق كله باكمله لعب كويس، وللفريق الخصم طبعا ان الفريق الثاني حقق الهدف اللي هو نازل عشانه، هو المكسب. انا مش حافظ اسامي اللعيبه بالفعل، ولكن الماتش كان النهارده فيه وباين ان فيه كواليتي عاليه جدا من طريقه اللعب سواء من الجنبين، ولكن انا بتهيألي اكتر من الزمالك يعني. طيب هل حتى هذه اللحظة لديك أي تواصل مع أي من مسؤولي أو من لاعبي النادي الأهلي أثناء توليك فترة مهمة النادي الأهلي؟ هل ما زلت تتواصل مع أي أحد في النادي الأهلي؟ لا الحقيقة لا، أنا حاليا بدرب نيجيريا، ومن الوقت ده أنا طبعا يعني مركز أكتر في العقد بتاعي مع نيجيريا ومحترمه جدا،
ومش حابب يعني ان انا اقول حاجه ما بتحصلش، ولكن انا صريح معاك يعني الايام اللي فاتت او قبل كده ما حصلش ان في حد تواصل معايا من النادي الاهلي او من اي حاجه زي دي يعني. للاسف ان في اشاعات بتحصل كتير حول المدربين المحترفين، ولكن انا دايما محترم المكان اللي انا بمضي فيه عقد وانا مكتفي بده يعني. لا هي انا كنت الاول بسالك عن اتصالات بعلاقات انسانيه فقط مع لاعبين سابقين في النادي الاهلي وليس بشكل رسمي، بس على تكمله كلامك كان في اشاعات كثيره جدا حول مفاوضات ما بين نادي الزمالك وبينك الفترات الماضيه، الزمالك تحديدا مش الاهلي كمان. للأسف يعني للأسف أنا أعرف طبعا بعض اللعيبة لأن هي دي حياتي، أنا راجل مدرب وطبعا في تواصل ما بيني وبين لعيبة كتير، ولكن في الفترة الأخيرة دي ما افتكرش إن أنا دخلت مداخلات مع حد من اللعيبة، سواء لعيبة أو سواء حد من المدربين أو حد من الإدارة في الزمالك أو للأهلي يعني. ولكن الزمالك يمكن كان فيه اكتر تواصل ما بيننا وبين بعض قبل ما انا امسك الفريق النيجيري، ولكن ما كانش فيه حاجه رسمي يعني، ما كانش فيه حاجه رسميه، ولكن انا حابب لعيبه الزمالك جدا، شايفهم بيلعبوا بطريقه كويسه، والاهلي برضو يعني الاهلي بيلعبوا بطريقه كويسه جدا، ولكن ما كانش فيه بيننا تواصل انا والاهلي خالص. وبالنسبه للاشاعات دي في كل حته مش مجرد بس في الكوره يعني، يعني اعتقد ان كل حد في مجال شغله بيبقى فيه جزء في حياته بنسبه 20% من الاشاعات. منتخب النيجيري، مش هقدر اختم معاك هذا اللقاء دون ان اتحدث عن المنتخب النيجيري والاداء الرائع اللي قدمته مع المنتخب النيجيري في كاس الامم الافريقيه الماضيه، وصول للمباراه النهائيه وخساره اخيره امام صاحب الارض المنتخب الايفواري. هل انت راضي على ما قدمه المنتخب النيجيري في هذه البطوله؟ أنا مبسوط جدا، مبسوط جدا إن المنتخب النيجيري بيقدم أداء زي ده وأنا موجود. مش بس أنا مبسوط، أنا مبسوط جدا، وكويس إن أنت سألتني السؤال ده النهارده علشان يبقى ليا الشرف إن أنا أشكر اللعيبة لايف وأنا موجود معاكم على التلفزيون. وطبعا خلينا نكون متفقين ان طبعا زي ما انا قلت في البدايه اللعب مكسب وخساره، ومش معنى ان انا خسرت ماتش او كسبت ماتش فهي دي يعني اخره الحياه، ولكن انا شايف ان نيجيريا او المنتخب النيجيري هيتغير كتير وهتشوفوا منه ماتشات احسن في وجودي وجود اللاعبين اللي هم لحد اليوم موعديني بحاجات كتير. يمكن انا ما شفتش من الحاجات الكتير دي غير جزء بسيط ده بالنسبه لي انا كمدرب، ولكن انا شايف ان هم كويسين يعني. اداء منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، اكيد تابعت المنتخب المصري، هل فاجاك هذا الاداء من المنتخب المصري وخروجه مبكرا من هذه البطوله؟ مصر فريق كبير طبعا، ولكن هم دايما معتمدين على صلاح، وده انا كمدرب مش شايفه صح، مش شايف ان دي حاجه صح يعني، شايف ان مصر فيها لعيبه احسن مش دوليين بس ممكن يكونوا بيلعبوا بطريقه احسن من الدوليين كتير. وطبعا خروجهم في البدايه ده ما كانش متوقع من اي فريق، لان مصر معروفه ان هي حد معاند او دوله معانده في الكوره او كرويا، ومش بس اللعيبه، ده مصر معروفه بتعند الجمهور وقد ايه حبه للكوره. فطبعا انا شايف ان لازم ندي فرص احسن للعيبه اللي موجوده في الانديات أو في الأندية اللي موجودة محليا وليس عالميا يعني. أنا شايف زي النهاردة مثلا، ماتش النهاردة كان في ناس كتير قوي تستحق تبقى في المنتخب أنا ما شفتهمش،
بس انا واثق ان في اللي جاي هيبقى حاجه كويسه وهتبقى حاجه احسن. وانا عرفت ان المدرب اتغير، وطبعا كل مدرب ليه تفكيره وليه وجهه نظره، ونتمنى نشوف اداء احسن يعني. البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للمنتخب النيجيري السابق او الاسبق للنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.